الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وأعز جنده. تسمع، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، الله جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حمدا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. هذا نصر الله جل وعلا، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. فاحمد الله وأذن للحق وقل الحمد لله رب العالمين. طيب، سؤالي الآن إليك، أنت تسببت للصبي الصغير في أذى في اللوزتين، حتى أن الأطباء أو الطبيبة قالت لا بد أن يجري عملية جراحية، وأثناء الرقية أنت تقر على أنك أنت من صنع هذا، وتكلمت معك على أن يزال هذا الأذى، وبالفعل بفضل الله تعالى، بفضل الله ليس بفضلك أنت، لا بفضل الله، لا تقول بفضلك أنت، بفضل الله. عندما عاوز الذهاب لم يجد أثرا لهذا المرض واختفى بفضل الله تعالى، وأنجى الله الصبية الصغير من جراحة ربما كانت لها مضاعفات على صحته، فأنجاه الله واختفى الداء وتم المرؤوب بفضل الله جل وعلا. مطرنا بفضل الله، ونشفى بفضل الله، ونرزق بفضل الله، وكل بفضل الله. نعم، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أحمد الله ربي الذي أنجى الصبي الصغير، أحمد الله تعالى جل وعلا، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كنت تريد كما آذيتها بجراحة أن تؤذيه كذلك بالجراحة، والطب يرى بتقنياته وما توصل إليه، لا يرى بالطب بالتقنيات، يرى أن هناك داء وليس هناك داء، لأن الجن عالم خفي، علة خفية لا تزال إلا بكلام الله الذي يصل إلى ما خفي وظهر. نعم، عمي وعيون مفتوحة، سبحان الله. صح، كثير من الناس يتعرضون للجراحات وليس بهم شيء إلا أنهم أصيبوا بالعين والحسد والسحر. أي نعم، وما أدراك ما سحر التمرير والانتقام والعدوان والأورام وتغيير الأعين والأبصار. أي نعم، والتحكم في العقول والأفهام للشروط والنسيان والوساوس والظنون والأوهام. ها، الكل حلقة كبيرة زعيمها الشيطان والخدام والجنود الجان يسيرون فيها. من تداركه الله بعفوه ورحمته أسلم، ومن بقي في شقاوته ضل وزل، وجهنم وساءت مصيرا. أي نعم، هناك يوم موعود، هناك شاهد ومشهود، هناك الله جل في علاه. يا الله رحمك الله، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة. لما هناك مصائب تأتي، أتخطط لشيء آخر،
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قالها ربي ولا يزالون. والحرب متواصلة والحرب دائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واليهود والنصارى لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كيف؟ أعرف فلم الكلام. هذه تبصرة لعلك ترجع إلى الصواب. والنجم، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. تأملها. فلما جعل الله النجم كيف نهتدي به؟ وكيف أنتم تهتدون بالنجوم في الأسحار والحساب؟ وأعيدها عليك بكلمة واحدة: وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. نعم، تفضل تفضل. لو أنها لا تصلي، ما لا تذكر الله، لا تجتهد في المصائب، تقصد البرامج العلاجية، لا تمل إن شاء الله تعالى، لأن هذا حال المؤمن. لا، لن تمل، لا لن ينتهي بإذن الله. الله توسوس، تجعلها وساوسة وظنون حتى تحيد عن العلاج وعن البرامج العلاجية. ولأن الشيطان والجان عندما يضعف تضعف قوته ويرى أن المريض له عزيمة وإرادة وأنه لن يطيق ضرعا وصبرا على هذه الأذكار والتحصينات والأوراد، فإنه يعمل على الوساوس حتى يأخذ إلى شيء آخر أو يشغله بشيء آخر. نعم. ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ذكر الله منجاه، قربه، فوز، غنيمه. المفردون والمقربون والذين هم بالاسحار يستغفرون. نعم، اذكار. وما ادراك ما الذكر؟ من اكثر من ذكر الله لان قلبه، دمعت عينه، اقترب من ربه جل وعلا، احبه الله، ذكر عند الله. لا يذكر الا بخير، لا يذكر إلا بذكر، إلا بثناء، إلا بمدح. في جعبتك الكثير، لكن اعلم، اعلم، كلما قويت عليك الحجج زاد عليك العذاب. لا أقصد عذاب الدنيا، إنما هناك عذاب آخر. وهذه الصورة التي أنا وأنت فيها الآن سنراها رأي عين أمام رب البريات، سنراها رأي عين ونبصر الحقائق الجلية، وتظهر كل شيء، يظهر حتى ما الآن نخفي ونضمر سيظهر جليا أمام رب العباد جل وعلا. أنا لا أخفي شيء. طيب، لأنك لا تظهر كل شر، تظهر كل عيب، كل سلب، كل نقص، تظهر كل شيء، لا تحجم عن معصية أبدا أبدا أبدا. قل لي بربك، أهذا يرضي نفسك التي أنت الآن في، التي بين أحشائك الآن؟ أنت سعيد الآن؟ أنا الآن أريد جوابا. صنعت كل هذا الشيء ولا تخفي شرا قط، فهل هذا يرضيك؟ أهل هذا أرضاك في شيء؟ أوصلك إلى شيء؟ أسعدك في شيء؟ أجبني. فكيف تبتعد عن طريق كله فضل وسعادة وخير، ألا طريق الله؟ فلما البلاء. طيب جيد، أقول لك، تعرف الأنبياء
تعرفون أم لا؟ الأنبياء موسى، تعرفه أنت يهودي؟ تعرف موسى عليه السلام؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فلماذا أذي موسى إذن؟ سؤالي إليك، أجبني، لأنك لا تعرف الجواب، ولأن الجواب يفحمك، ولأن الجواب يخرصك، لأنك تعلم. خلاص، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. صح. إذن أنت الآن تقر على الحق مع الإسلام، لكن أنت في استكبار وفي ظلم. خلاص، هذا ما يريد أن نصل إليه. طيب، سبحان الله. فنعود إلى سؤالك الذي سألتني قبل قليل، فلما الظلم إذن؟ وكأنك تحاجني أن الله ظلمها فكيف تحبه ويظلمها؟ وأنا سألتك: موسى ظلم، هل موسى ظلم عندما الله وصف أن اليهود آذوا موسى بل ورموه بالسلب والعطب في شيء خاص به جدا؟ مفهوم؟ مفهوم. فإياك يرجع الحق حق يتبع، يرجع. والله الخير كله في طاعة الله، الخير. ونقول لك والله أنا معك دائما بفضل الله تعالى، أنا معك بالليل وبالنهار، ولن أكل ولن أمل ولن أتعب بفضل الله تعالى. خلاص. طيب، أنا إن شاء الله معك بوعظ، ببيان، بتذكرة، بتبصرة، برقية. ها؟ سترجع، سيحملونها ويأتوا بها، سيحملونها ويأتوا بها إن شاء الله تعالى. يأتوا بها، تعرف لما؟ كي تسمع أنت آيات الله، كي تسمع أنت أحاديث رسول الله، كي أنت تعي كلام الله جل وعلا، كي أنت تفقه أحكام الله سبحانه وتعالى، حتى أنت تعرف أن الحق في الإسلام، وأنت الآن تعرفه، لكن أنت لا تلتزم به، لأن الغشاوة لا زالت على عينيك والران على قلبك. جيد. وأنا إن شاء الله أعمل على أن تزال هذه الغشاوة، هذا الران. ذكر الله يجعل قلبك يلين، ذكر الله يجعل عينك تدمع، ذكر الله يقربك منه سبحانه جل وعلا. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. يا الله نحبك يا الله، اللهم أحبنا. واشكروا لي، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد على نعمك التي تترى والتوالى، على نعمك ظاهرة وباطنة، الحمد لله أولا وآخرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، وكفى بالإسلام نعمة ومنح، وكفى بالإسلام خير وفضل. الحمد لله، والحمد لله على نعمة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الأهل والولد والوطن والبدن، الحمد لله على نعم كثيرة كثيرة كثيرة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد لله على نعم كثيرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، من شق السمع، البصر، اللسان، اليدان، الرجلان، القلب، من يجعله ينبض ويتحرك ويخفق؟ إنه الله. نعم، قلبها صامت
لا إن شاء الله يتحرك، إن شاء الله يتحرك بإذن الله. كيف؟ كيف صح؟ جعلتها لا تنام أسبوع، تواصل السهر بالليل وبالنهار، جعلتها لا تغمض ولا تستطيع أن تنام أسبوعا كاملا ليل ونهار، لكن بعد الرقية نامت، بعد الرقية نامت. أقول لك هذا لماذا؟ لتعلم أن الله حق وأنا معك، وإن شاء الله تعالى سيعلو الحق إن شاء الله جل وعلا. أسلم من قبلك كثير وآمنوا كثير، وما أنت إلا جزء يسير من الكثير، فافقه هذا، وربي على ما يشاء قدير، افهمها. أنت غيرهم ها؟ أنت كمن قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنت من كمن قال أنا ربكم الأعلى؟ هل تكون أشد منه بطشا أو قوة؟ طيب هل رأيت خاتمته؟ كيف الله جعله في اليم يغرق؟ ها؟ كيف جعله الله عبرة لغيره؟ جعله نكالا، جعله في ذلة، في هوان. قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن فات الأوان. إياك 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 إياك. ما هي؟ هي تقرأ آية، آية أعجبتك، ما هي هذه الآية؟ فلا مضل له، فلن نعم صح. كيف يعني الأمر بيد الله؟ أي نعم، هذه حجة تحتج بها. نعم جيد. قل من يهده، من يهده الله يشرح صدره للإسلام. وقال الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو عنه من ربه. طيب اسمعها، القلوب هي بين أصبعين من أصابع الرحمن. اسمعني أجيبك أنا، خلاص أنت الآن عندك شبهة وزيلها عنك إن شاء الله تعالى، حتى ما تبقى عالقة عليك وتقول هي لا، نبين لك ما من شبهة نرد عليها إن شاء الله، حتى تكون على تبصير وبيان إن شاء الله. القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. طيب والله جل وعلا من شاء هداه، ومن شاء وكله إلى نفسه فزاغ وضل وشقي، لأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، وأنت من نفسك لو أنك سرت في طريق الحق لأنك أبصرته لهداك الله، وبالتالي كنت ممن سبقت عليه حكمة الله أن هداه الله. اسمع أنا لازلت في البداية، كلام قوي جدا والله، أريد أن أصل لك. طيب إذا هذا سعر حساب موكل بالسنوات. طيب ولماذا الذين خرجوا ما قالوا أنهم وكلوا بالسنين والحساب؟ أنت فقط الموكل باسم الحساب، الآخر كانوا خدام فقط. ماذا؟ كيف؟ كان هناك الملك خرج. طيب يهودا الكل خرجوا، أسلموا وخرجوا، وأنت الواحد قالوا أنت الآن واش أنت اللي بغي تدير لنا ضربنا في راسنا؟ أنت الواحد اللي بغي تدير تخرج على السياق، حتى أنت إن شاء الله تدعين بأذن الله عز وجل وتخرج طاعة الله عز وجل. طيب تكمل السنين. طيب نختزلها لك السنين؟ لا نختزلها لك. ها بيد الساحر، إذن بيد الساحر. إذن أنت، أنا أختزلها لك بشيء يسير، وأن تسلم لله تعالى. لأن لما عندما تسلم أنت لله جل وعلا سوف تعلم على أنك أنت ضيعت سنوات في الشقاء، بدلا أن تبحث أن تبقى تمكث سنوات أخرى حتى تتم العملية والوقت الذي حدد لك، سوف تتأسف وتندم على كل دقيقة مرت بعيد عن طاعة الله، وسكنت فيها عطلت فيها أشياء كثيرة عن هذا الجسد الذي هو يريد أن يعبد الله جل وعلا. فبالتالي الطريق المختزل والمختصر والطريق السبيل الواضح وهو أن تسير إلى الله، وأن نساعدك على ذلك طاعة لله جل وعلا.
طيب أنت الآن يكفيك أنك تعلم وتعرف أن الدين الحق والإسلام، ويكفيك أنك تعرف أن كل قوة في كلام المنان جل وعلا، ويكفيك أن تعرف ماذا يحق بك وماذا يحل بك عندما هي تواظب على الأذكار والصلوات والقيام والصيام، صح؟ خلاص. طيب إذا في نفسك أنت تعرف أن هذه كل أوصى بها الرحمن ووصى بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فتعرف أن فيها قوة ونصرة بفضل الله جل وعلا، فلما لا تلزم وتتبع؟ فلما جعلتها الأشياء تضعها في مكان فتراها في مكان آخر، وتكون في طريق إلى مكان فترى نفسها في طريق إلى مكان آخر؟ لاحظ معي كم من جرم وكم من ذنب اقترفت كثيرا، ولا زال الكثير، والحرب مستمرة، سبحان الله، كل هذا لا زلت عليه. طيب الروينة كتسميها أذكار تسميها روينة، طيب إذا أنت تريد أن تكون هناك يعني مفاوضات، جمع خيارات وحلول، هي توقف العلاجات، توقف الرقية، توقف الأذكار، توقف الصلاة، وبالتالي أنت توقف تعذيبها فقط وتمكث في الجسد إلى أن تنتهي هذه المدة، وفي هذه المدة أنت تبقى تعمل بطبيعة الحال على أن تعطل زواج، تعطل عمل، تعطل كل شيء، هذا الشيء لا بد منه، مفروغ منه، لا بد بطبيعة الحال، يعني مجتهد، يعني كيف توقف تعطيل؟ لا لازم أن تعطل أشياء كثيرة، أنت لازم أن تجتهد أكثر، أنت لازم أن تجتهد أكثر، مفهوم؟ موكل بهذا، لازم أن تبحث عن أصحاب أخرى، أنت جدد لها الأصحاب كثيرا، عذبها و مفهوم؟ لا تصلي بالمرة، لا تصوم، مفهوم؟ كل من يأتي بقربها تصرعها، كيف؟ عليك الذل، أخزاك الله. طيب اسمعني، ولكن اسمعني، أنا والله حليم بك ولا أريد السب ولا شتم، أقسم بالله، لكن اسمعني، كيف يليق بك أن تعطل عليها عبادات تقربها إلى الله؟ لا تقدر، فكيف تجعل لها وساوس وأوهام؟ وساوس؟ طيب طيب وأسألك سؤالا، أنت الآن تقول أنك عندك سحر موكل بحساب، وأنك تقول أنك يهودي ولا تريد أن تسلم، مع أنك ترى أن الإسلام هو الحق. أجبني مالك؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، 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 تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هذا كلام الله، فآية واحدة ماذا زلزلتك؟ هيا نواصل. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تعرف لما تؤثر فيك هذه الآية؟ تعرف لما؟ كيف؟ لأنك تكرهني. طيب تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم،
تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم اللهم اجعلنا من أهل النعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم نظرة النعيم. هي آية واحدة فلما تعذبك هذه الآية؟ هي آية هي آية يسيرة نكررها بتأمل لا تحدق فيها كذا عيناك أعيدها عليك مرة نعيدها عليك إن شاء الله وأكرر وأكرر عليك النعيمة يعني تهددني إن لم توقف الرقية سأرجع المرض إلى صدق طيب. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 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 نتصور النعيم 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 إن شاء الله يأتيها نعيم النعيم يأتيها بإذن الله جل وعلا يغدق عليها ربنا النعيم ويوهبها النعيم ويحبها بالنعيم ويتفضل عليها بالنعيم إن شاء الله جل وعلا. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم في وجوههم نظرة النعيم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم نعم هو قول الأذن طيب. تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه يومئذ نظرة إلى ربها تعرف في وجوههم جيد أثرت في سمعك هيا نعيدها عليك كررها معي كررها ورائي هيا كررها تعرف في وجوههم نظرة النعيم 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 تعرف في وجوههم نظرة نظرة النعيم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف لي ما فسيقولون بل تحسدوننا أنت من أراد فسيقولون تعرف هذه النظرة النعيمة التي توجد يحسدون الناس عليها ويكرهون الناس عليها نعيدها ها؟ دخلت عن الحسد فاعترفوا بذنوبهم فسيقولون بل تحسدوننا تكرهني وأنا أرجو لك الخير وربي
فسيقولون بل تحسدوننا. نعيدها عليك مرات ومرات. فسيقولون بل تحسدوننا. 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 فسيقولون بل تحسدوننا. بل تحسدوننا. تحسدوننا. طيب سأرى ماذا سوف تفعل بها. ستنتقم. ستعذبها. تمرضها. ها ها. لن تقول. أنت تفعل. طيب إذن اسمع. إذن سوف تسمع إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذق. رصاصة صح؟ هذه رصاصة. طيب أعيد عليك حتى أنهب إن شاء الله. ذق. إنك أنت العزيز الكريم. إنك أنت العزيز الكريم. ذق. إنك أنت العزيز الكريم. الله ماذا أفعل لك يا ريان؟ أنا نصحتك لله وأنت لا تريد. خلاص هذا أسلوب يليق بمقامك. طيب ذق. إنك أنت العزيز الكريم. إنك أنت العزيز الكريم. أنت تفهم القرآن جيدا. تفهمه جيدا. يعني أنت فهمت ماذا. فهمت جيدا. ذق. إنك أنت العزيز الكريم. إنك أنت العزيز الكريم. أأنت العزيز الكريم. طيب بالقرآن بإذن الله بآيات الله جل وعلا رسائل إن شاء الله نصية وغير نصية. طيب ذق. إنك أنت العزيز الكريم. حميم. حميم. تعرف ما معنى حميم؟ ياسين نون قاف ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم صاد كاف هاء يا عين صاد. تعرف ماذا هذه؟ تعرف لماذا؟ تستعملونها أنتم في السحر. والغاية التي الله تعالى بيّنها إعجاز. مبهمة. وأنتم تضعونها في الأصحاف دائما لأنها في القرآن. طيب جيد. إذن هي تستعمل في الأصحاف. طيب خير إن شاء الله تعالى. أقول لك ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. حسدا من عند أنفسهم. ماذا حل برجليك؟ ماذا بك؟ مسكين. إنه يذوق. ذوق. إنك أنت العزيز الكريم. يا مسكين ما بك؟ رجلك ما بها. الله لا ما بك. ود كثير. رجلك والله أراك ترتعد. ما بيرجلك. ماذا حل بها؟ سأريك صغير. ستريني أنا في أنا في أنت. طيب أتركها وادخل في أنا. أنا على استعداد. أنا أصبر. هيا هيا أتركها وادخل في. خلاص تدخل تكون ونيسي. تكون ونيسي ورفيقي. الرقية يوميا إن شاء الله تعالى. قرآن يوميا. طيب هيا اسمع 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 إلى هذه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هذه اعقلها. لن تستطيع أن تحيد بها عن الإسلام لأنها تؤمن برب الأنام وبمحمد صلى الله عليه وسلم وتتلو آيات الله وتؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أمان وثبات بإذن الله جل وعلا. طيب فضل في سورة الفتح. غير الكلمة التي تقهر بها.
ما هي؟ وأخرى لم تقدر عليها. أها طلع. نعم. نعم. سبحان الله. سبحان الله. قد أحاط الله بها. صحيحة. نعم صحيحة صحيحة. أبي لك كيف؟ أبي لك كيف؟ لأنك تؤمن فقط بالملموس وبالموجود. ومحمد صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى وتكالب عليه الأحزاب وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين وخذوا بالأسباب وتعرضوا بالأذى فكسرت رباعيته ودخل النفر في وجنتيه الشريفتين وسال عقبه وسال منه الدماء وجاهد في سبيل الله جل وعلا. أي نعم. ومع كل هذا صبر واحتسب ليظهر للناس لا بد من الصبر والأخذ بالأسباب. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم سحر وأذي بحسد وبعين وأذي بسحر وأذي 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 وأذي, وأذي ألا يكون لنا فيه عبرة؟ ها؟ لم تقدر عليها قد أحاط الله بها. قد أحاط الله بها والله قد أحاط الله بها وحفظها الله جل وعلا. لو على سحركم لهلكت, لو على سحركم لجنت, لو على سحركم صح. أليس قد أحاط الله بها؟ إذن قد أحاط الله بها. نعم قد أحاط بها. الله أحاط بمحمد صلى الله عليه وسلم وقال يعصمك من الناس من القتل, لكن معرض لما يتعرض إليه البشر من مرض من وجع من جوع. صح أم لا؟ قد أحاط الله بها. قد أحاط الله بها. أليس قد أحاط الله بها؟ خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. قد أحاط الله بكل شيء علما. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. سبحانك ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, والسلام على من اتبع الهدى. وعلى من اتبع الهدى, على من اتبع الهدى نسلم عليك سلام أمن وأمان إن شاء الله.